بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إن ولا ليرسالة المامي درسكو لقون دينا كهد لا وحكو سافسي سيئي غزوة الأحزاب دروس وعبر. أما الدقال كي نبي عليه الصلاة والسلام وقالي أحزاب لورنشري وإنه أفر سنة دروس تأي عبروين كام وحيابا لغا قادا كريا سيدي دبا تاريخ ذو وشيء هذا مهمين للدراسية تاريخ البشرية دمانتي نرش وحا ما أنت اللي تشوغه هي مامل كذا سياسة بيدا هذا عندك وحا ما أنت تشوغه هي مستقبل كما كان قرشين أيه وقضايا السياسة وحي لكن شلا يدعي وحي كه الرئي أما ما كانوا برجع نيا وحي كذا بياد يلا نقص ما حلوة المام وحاسين تاريخ رجالي تاريخ ده شيء نرش لما أنت اللي وقف أيديسته سيدا وقيت بإلهي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحينا ورمى يا تاريخ دي بني آدم تنماذا من آدم لغا صوب بلابه إلى إيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا مستقبل كسيوا كان دونت حنا نكر إن قرآن إن ثلث كده دو أم صدح ميالا دو مال إن كده دو بتاريخه كورمى إسا مد قال يا مد مسلم با سيدا وقيت تاريخ ده هو بحانت إن دراسة قارة لغو سمعيه فوائد التاريخ ده لغا قاطعنا معها وكالية للتصلية اللي هو مدى الداشو ومانك يا مسكحة ده وحلو حصلية النغطو اي وحا الله دكتا تاريخ ده فاعتبروا يا أولي الأبصار قرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار مركا إلهي لي مسألة القياس قضايا الفقه أصليا كما يسعرورين يا يد وحكو سعرورتي قصة بني نظير يوحي لم ده وحكو سعرورتي قضايا تاريخية إن نلاش الله قياس قاطه. سيدا وجد مكان تاريخ دا كور رمينه. جارهن تاريخ الأنبياء والرسل وقمة البشرية وبن آدم ك هل كوصل رئيس سياسة أقون علمية معمولة. وتاريخ مدن مكان إن بدن لم يعصده أو إن بدن لا إنديو أو إن بدن لا دراسيو. وان لو دراسينين ان لحفظيون سنة بلاي دعدية ملبائي كدعدية ساعة تنبو دعدي لكن لو دراسيو ان وحلقة قاطه وحلقة برطه نلشاد مكاك يوكتو لغوهاقو ونغضا لبراس اما افتين كاد نلشاكو يقلحي سيدا وقيد غزوة الاحزاب مركا ينكور ربينو اسكو مدى ايو انان استقصاء كسما ايو اما انان لما أنت تصور البندق غزوة ده إيه وحيا باي علماء تاريخ قرينو ده نما علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا بحيك قرينو ده نسكو مده إيه نصور بندقه لكن وحي نسكو ده إيه قراءة مجيسة وهي وقتك أسكبير وساعد واحد من أينو هاي سنة إنا صور بندقه قراءة مجيسة أما أركتك كوبا وقصة بسيسا دعدو يمكي وقعادة كصاب سيسنا ايو بعض الدروس موحيا بها لغا فايدة كريا وورين احزاب وادقا الذي يقوى وينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام صامرة يا صحابة ديسي هدنا وادقا الذي يقوى غيري يدما شبيرا قال يا مسلم ممرك الاسكدر علماء تاريخ وحن دوري يتبنقفاه لم يتبنقف ميلها شرح للشيقة سيدير يافر حق مركا دلك ووحير لكن قاب كلي اوين تاي علماء وحي كتل مامانين اي دعلي سنة كي شناد اي هجرية دا دبايا قديسي شوال ميلهاسي سيدا يو بدين علماء السيرة بعض كم دا علماء السيرة وايد هذا ما يوحي هيد سنة كي افراد لكن محدثين تو اسوافتشي انا وحي الاهدان
قلب على سنة كي أفراد بيهيد إيو قلب على سنة كي شناد بيهيد خلاف كود بيدا دان وخلاف لفذي وحكو سابسي سيئي تاريخ دي يميش لغا بلا بيه سنة كي ما دام اللي يدي سنة كي هجري هجري دي نبي محمد كبلا مي عليه الصلاة والسلام هجري دينا إنو نقال نسنة دي حديين إيد عدياني محرم كصوب بلا من حل كي لغا ترين إياه بلاها قصور تي سنة كاسي ود كتري ما يالا تورا يا يو سنة كي كحيقا محرم تاسبا كو لغا دي غيا ميسه لما صدح البلاد دي كهر ريي هجري دو دي لنا الربيع الأول ميلا سيد عدي لما صدح بلاد كي كهر ريي هرا الله كعيا يو محرم تي هرا سنة كا ايا لغا صوب بلا بيا واحدة علماء تاريخ الإسلامي قاربا ميل بكا بلا بيا سيد دراد دي قولنا سنة كودو كو وادو حكا بلا بيا محرم تي كحيك تي هجري دا قولنا سنة كودو كو وادو حكا بلا بيا محي محرم تي كهر ريسي هجري دا مركا واسكو ميد بيلين لبدا قول واسكو معنى من قراء يساقو قضاء ابن حزم ليدا هذا يساقو الرأي أكو تقيمية وصنت كأفراد حقيقية يساقو نوحي إلى هذا حديث بخاري كي ألا أيو مسألة أنك قاطئ لكن حديث كان علماء دوي توجيهية وحديث كي ابن عمر الشيقي قورتي لقالي دقالك كان ابن عمر غزوة وحد أفريت وانشري سوق أبو صوق علي دويتنا وقل دي نبقو علي عليه الصلاة والسلام حديث كي توحي الشيقي سنة كدبنا أما يعني غزوة الخندقنا وكقايب قلي يسوهم حياة شنية تمنشيرها منك حديث كبه بخاري كيا لو حشيه قيا أفرية تمنشير كيسينا وحدين لو ديدي شنية تمنشير كيسينا إن محي لا قل هذا غزوة الأحزاب تام عنه هدو حويا بولي أحدنا باتفاق وحل اسكوا فقصية سنة كيسر دحادنا يدعاد سنة كيسر دحادة دو أفرية تمنشيرها بولي ديهكا كو حيقانا وخندق يشن يتوجر بوها لكن علماء الحديث وحيدا هذان حديث كان ولا توجيهين كرايسنا مشكلة ماها وواحو ايان وحدنا وحد شوقي بيلين افري يتوجر كي سمركو بلابي خندقنا وحد شوقي شن يتوجر كي سمركو دماني مركا الله اسكو دردرا والا وضي سنة دو دنبو منا بلا ويسكا شوقي منا دمات كيسي مركا ما عكرا يا بيلا هذان حديث كو لأن علماء تاريخ سيكو تكتاي سبب تقود كان ستي دقال كان محوية هاي عموما دقال كان هو قيب كم إذا دقال كي مسلمين تو إلا قالين نمان كا قالين حرب قنا معلم بوسكاها قريشية مسلمين تو دحاية وما باهنا رنتي ريسن تربضنا ما السبب تربضنا اللي نراد إنه وايا انت أصو دقال باب الله سوق الله دي دقال كوتاقنا هشيس نبادر نعيد مقادا دقال كان كي كوه ريانا دي وحد بابو هاي وحي اللي وقادتك كالقادين مركا سبب بادن وما باهنا إلا السبب أيه هدنا دعك استوى حيابا مركا مباشرة الدتشية شر الله إذا دوا حاسا صبابي دعك استوى حيابا الصبابي الدتشية كل واحد نوران كروح حكم لها قريش وسلوين دي يتجارة دي دقالة دي أولي وهاينين وضاي مرسه ومسلمين تنتي وحدي دعك ما يربطها هدنا التجارة دي سفر كذي وحده إن النبض قلان شام تيل لوسو تجارين يلوسو باعمش ترتجيينا ولي مسلمين تا كحيقو طريقة سيوليوه مسدود مركاين اي مرقى اضان دقال اي مسلمين تاكو غوستان دي هو مسلاء والبكة فكريين احد دبديدنا الدوابة تيل لوب اللما يسند كصوة صعدة ان قبل يسوي ما دو سند كصوة صعدة انا عباري وحبار دعي وباغضي مركا هو دقال لفي ليبوها وحكا لوكا قيب قاطي دقال كان يهود غير بنو نظير لورنشري وين النبي جستلين عليه الصلاة والسلام ومدينة لقى صاروا خيبر للدشية أي أنا وفتي دري سيد علماء تاريخ الشيعة يعني هو قامين يني لورجري سلام ابن أبي الحقيق النضري يحيي من الأخطب النضري لوضع نينا يو وينه قريش بالله الله صادري وحي كلاها الليين مركز يجو الربين إن يقاشنبور وين سميان سي مسلمين تمر قنت الله قشرة وركوا وصو قابما ودخالك كليجين مقال كرينا بيلينا إنا قلينا سويري قريش لفتادو كليجيت وحبقى بنكر هويدي عربا كالو بضان لغبين لدقال قليات شرا نما كاسينا وحايا هاي انتلاوا دي بلوغا هيد يا مباشر كا هيد يا ارماء كوفود كلب حسي سلو قنعيو عالم كمدينة كده دوار دمئن ويركا ودقادة سي مسلم كنت الله غجر ارنتا سي ايو سمعيان
waxay xataa aqbaleen yani politicianiska waxaa caadi ah markay masala rabaan inay hirgeliyaan dacaayaadka iyo warka ay faafiyaan wax jira iyo waxaan jirinba inay sheegaan xad xaqaaiqda la indhamaro oo dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin yahuud oo ahlu kitaab ahay ayaa mushrikiin oo aan kitaab ahay sane boo saddex boqol iyo lixdan sano kacbada u yaalina caabudaa su-aal la weydiiyey warta annaga iyo nebi maxamed iyo maa diin fiican tiise waxba kama jiraane sanamadiinaaba dhaamo bay yidhaahdeen waa qadiyatu tawxiid inay dafiraan iyagoo ahlu kitaaba oo ilaa xad ay aqbalaan tazyiif ilxaqaaiq si maslaxadooda iyo dantooda guud ay u gaadhaan waana taa ilaahay qur-aanka ka soo dejiya uu leeyahay alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti waaltaaquuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila ulaa'ika aladiina lacnahum allah ala leeyahy subxaanah wa tacaala ay yidhaahdaan mushrikiina idinkaaba diin dhaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo inta la socota waxba ma hayaan waxay kaloo adeegsadeen wasiilo kasta oo ciidama lagu heli karo fikradda axzaabta iyo isbahaysigu macnayaal badan baa ku jira taariikhdii qadiimka ahaydna waa la isticmaali jiray maanta oynu casriga joognana waa la isticmaalaa kow waxaa loo isticmaalaa waxay yidhaahdaan mujtamac weynaha si looga dhaadhiciyo in lagu qanciyo xataa iyadoo dowlad quri ay fulin karto qadiyadda in si ramsiya looga qayb geliyo oo xataa dadka lalaynaya dhiiggooda hadhow la garanba waayo wax loo raaco that's why maanta iyadoo duwal waaweyni joogaan oo keligood ay duulimaadka qaadi karaan haddana ay u ururiyaan soddon yaryar aan waxba taraynin oo min boqol iyo konton askari ama dhowr boqol askari kaga qayb gelaya bimujarad magaca weyne la rabo waa sababtii hijradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo nin quri uu dili karayo laydhi dhiiggiisa aan feeraarino ee dad tiro badan looga qayb geliyey kadalik ba halkana axzaab tiro badan iyo qabaa'il tiro badan loo urursaday kuwa yaryar ama kuwa aan lahayn ahdaafta siyaasigaee la yaqaano lacag baa lagu iibsadaa shiraau dhimam waa sababtii xataa hijradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam suraaqata bnu maalik iyo nebiga waxbaba kama dhexaynin laakiin suraaqo geel baa la sheegay laba boqol halaad inuu helayo haddii waa mercenaries maanta dad calooshoodu shaqaystayaal iyo dad tiro badan baa la gataa oo la dagaal geliya waan iyagu wax hadaf ay dagaalkan ka leeyihin jirin inay dhuuna helaan mooyaane walidaalik baa nimankii reer banu nadiir culamaa taariikh sida ay sheegaan ibnu isxaaq bisanadihi weliba sanad xasana ila ibnu cabaas ibnu hishaamna uu soo aroorinayo sanad saxiixa ilaa curwa curwata bnu zubayr waxay soo aroorinayaan in loogu talagalay in qabaa'il badan la ururiyo qabaa'ilka la ururiya maxaa ka mid ahaa qabiiladii weyneyd ee khatafaan la odhan jiray khatafaan waxaa la yidhi dagaalka nala gala khaybar waxaa timir ka baxana qaata thamaru khaybar nusgeed qaata timirta khaybar oo dhan nus ahaan baanu idin siinaynaa iyana waa qadiyad kale oo lagu dagaal geliyey waa shiraau dhimam waxaa meesha tan markaasa soo urursaday qabiilkii la odhan jiray quraysh iyo intay xilfi wadaag la ahayd ee cagaa ku wadatay kow waxay yidhahdaan ilaa afar kun oo nin ciidan gaadhayo kooxdaas iyo say culamay taariikh tilmaamaan waxaa kaloo soo raacay qabiil weynaha khatafaan loo yaqaano oo ay la socdaan banu asad oo ay ka mid yihiin banu suleym iyo banu asad iyo fazaara iyo ashjac iyo banu murra qabaa'ilkaasi oo dhan oo yana lix kun oo ciidana dad ku dhadhow gaadhaya waxaa kaloo iyana soo galay dagaalka kan oo lagu tala jiraa inay iyana ka qayb qaataan yahuud gaar ahaan yahuuddan reer banu nadiir ee dagaalka hurinaysa intaasoo dhammi axzaab bay koobeen ciidamo la uriyey oo muslimka ku wada duulaya ahdaaf kala gedisanna leh jaanibka kale nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu dad feejig bay ahaayeen dad og caalamka agtooda iyo waxa ka socda dad mukhaabaraadkooda iyo dadkooda waxbaadha ay wax badan ogyihiin warkii baa yimi muslimiinta oo loo sheegayo in dhibtaasi soo socoto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu shiriyey markaasi saxaabadiisii
bushiriyay ayaa waxa laga waramay dagaalkaas iyo waxa laga yeelay nabiga dhaqankiisana waxa ka mid ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii aan waxyi ka soo degin inuu saxaabada shiriyo oo wax weydiiyo iyadoo shirka looga jeedo markaasi kow dadka quluubtooda inay fiicnaado oo qofku markuu og yahay inuu qadiyadda iyo waxa laga yeelayo qeyb ku leeyahy oo ra'yi ka dhiibto cayn ka yahay inuu ka qeyb qaato way ugu muhiimsan tahay laakiin hadduu arko war unba inta qol yar soo gasho haddana ay soo baxdo un iyagoo sida waxa laga yaaba inaanu hore ugu qancin waxaa loo shiriyey in ra'yigooda la helo oo mushaawaradu shuurada tani waxay u dhacaysay in dadka araadooda la helo waxaa loo shirinayey in dadkan la tababaro waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ugama jeedin oo keliya maanta maxaa la yeelaya laakiin inay noqoto qadiyada siyaasiga loo baahayay bulshada muslimka inay ku dhaqanto waqtiga soo socdana haddii la rabo dad in la tirengareeyo waa imika la tababaraa waa in dhacdooyinka xaqiiqiga lagu tababaraa waa inaanay ahaanin tababarku theory loo sheego la yidhaahdo shuurada way fiicantahay shuurada waa fiicantahay shuurada way fiicantahay looma baahna waxaa loo baahan yahay practically in dadka laga qayb geliyo waxaa la rabaa qiyaadaadka iyo hogaanka mustaqbalka ee muslimiintu inuu xanaka siyaasiya yeesho yacni aqoon dhirindhirineed oo bulshada iyo mushkilaadkeeda ee la dhirindhirin karo in la baro dabeetana inuu iminka kasii qayb qaato waxaa la rabay in la dareensiiyo almas-uuliya dareenka ummadda muslimka ah dhibteeda inuu qofku qayb ka mida yahay oo dareemo markaa alqadaaya alcaama inuu yahay qof ku warwarayo ka fakerayo ka talinayo ka ra'yi bixinayo eegaya saa daraaddeed buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ah sayidi waladu aadam isagoo ah kii waxyigu kusoo degayay isagoo ah kii hadduuga fa qur-aanka lagu saxayay isagoo ah bayn leenahay shakhsiya inteena kale layna yidhi wuxuu qabta isagu ku dayda isagoo ah ku ilaahay qur-aanku yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa hawadiisa kuma hadlo waxyi loo waxyooda mooyaane ayuu haddana leeyahay war maxay idan la tihi warku halkaasuu marayaa waana laysu keen kaashaday waana lasoo socdaa maxaa tala ah taladii muslimiinta waxaa ka soo baxay ra'yi ama kiida dagaal oo cusub istraatiijiya dagaal oo aan carabiba aqoon caalamka carabeedba hore loogu haynin in god la qodo god in la qodaa taariikhda carabeede hore laguma hayay jaahiliga ahaa wa awal qadiya taariikhdii alcarab dhufaysyada noocana la qoto ta godkaas baa lagu tashaday in la qodo godka culamaai taariikh waxay tilmaamaan wuxuu ahaa ra'yigii salmaan alfarasi xadiis saxiixa looma hayo bal ninkii taarikhda qolada taarikhda hortay ugu horreeya tilmaama waa abumacshar sindi abumacshar sindina 127-kii buu geeriyooday sanadkiisuna waa sanad aan waxba ka jirin laakiin inama dhibayso inuu salmaan noqdo qofkii ra'yiga soo jeediyay inuu mid kale noqdo mushkilad maaha in khandaq la qoday waa waaqican iyadoo muran u baahnayn ra'yigu kuu doono saxaabiyaha ka yimaadee waxaa laysku aqbalay in god la sameeyo godka kani waa istraatiijiye odhanaysa magaalada madiine yaynan ka bixin kow dacalka madiine buur salic la yidhaahdo oo xaggan hore ku taalla buurta aan dhabarka saarno buurta xaggeeda hore oo labada xarro yacni madiine waxay u dhisan tahay qaab ah galbeedka iyo barigu waa dhul xaraara ah yacni xarra waa dhul ah maxaa la yidhaahdaa volcano markuu qarxo ee dabeetana didib ay noqoto aan faras iyo lug iyo waxba toona aanay mari karin marka labada dhinac waa meelo buuraley ah oo aan faraska iyo lugta iyo midnaba ku fiicnayn la mari karin xagga koonfureed ee magaalada waxaa ku yaalla guryo badan oo isku xidhiidhsan oo sidii suur oo kale dayr oo kale u samaysan waxaa ku yaalla beerihii timirta ugu tirada badnaa oo beero aada u tiro badan oo dhirtu isku xidhan baa ku yaalla dacalka hawd bari ina waxaa ku samaysan qalcadaha reer banu nadiir ay leeyihiin reer banu nadiirna reer banu qurayda banu quraydana nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiis bay kula jirin inay magaaladooda difaacdaan idan waxaa loo arkaya xagga koonfureedna inay xidhan tahay oo lug iyo farastoona unu kasoo gelaynin jihada qudhee bannaani strategically ee ciidan ka iman karaa
waa jihada markaa waqooyiga. Jihada waqooyiga labada xarra inta u dhaxaysa baa la yidhi gebigeed baa aan qodno. Waxay culamada taariikhdu markay warinayaan ku sheegeen ilaa 5,000 oo dhudhun inay ahayd. Intaa 5,000 ee dhudhun aan qodno dhammaanteed god ballaciisa caynkaasi ilaa 9,000 dhudhun uu yahay, cumqigiisa ama dabtigiisa hoos intuu qodo yahayna 7-10 dhudhun tahay, meel aan farasna ka boodin lugina marin aan samaynna baa la yidhi. Qaabkaas baa loo qaabeeyey. Dabeetana 10 nin ee muslimiinta ka midaba in 4 ayaa la siiyey baa la tilmaama, in 4 dhudhun dherarkeedu yahay ayaa la siiyey. Godkiiba muslimiinta qodistiisii bilaabeen la dadajinaya, ciidamo aad u tiro badan baa soo socdana. Godkaas baa nin walba laga rabaa 10 ninba inay qodaan god dhan, xaggaana 4 u ah, xaggaana 9 u ah, xaggaana 7-10 inta ka dhexla waa. Waana ciidanka soo socda in laga gaadho intaanu magaalada Madiine soo gaadhin inuu godkaasi dhammaystirmo. Waqtiga la joogaa waa waqti uu baraf dhacayo aad u qabow, waa mar labaad, waa sanad abaareed, waa wax la cunaa magaaladaba ku yeeriyeen ama saanay oolin. Waka xadiista saxiixa ay tilmaamayso in waxay haysteen ay ahayd in yaro shaciira. Shaciirku waa midhaha qaybta weliba inta badan xoolaha la siiyo, aan dadku inta badan marka hore cunin. Allahuma ilaa inuu waxa kale waayo mooyaan shaciirkaasi iyabay haysteen subag yar oo xadiiska saxiix ee Bukhari ku yaalla uu tilmaamayo subag yar oo gaboobay oo uraya xataa. Labadaasaa inta la isku kariyo ayaa cunno tacam kariiha leh oo riix kariiha muntina a leh, saa xadiista Bukhari tilmaamayso. Cunno dhadhankeeduna xun yahay oo aanu dhadhan fiicnayn, aan urteeduna aanay fiicnayn ayaa wax la liqaba meesha yaallay. Dagaalkaasina waa soo socda. Waxay dhacaysay maalmaha qaarkood 3 maalmood oo isku xiga ninka godka ka shaqaynaya sidaasee dhaxantu qabowgu waqtiga ugu gaajo badan leh ee waxaasoo qaboobay dhacayaan wax la cunaba inaanu helaynin, sida xadiis saxiix ay tilmaamaysa ama Bukhaari ku soo aroortay. Haddana maadaama nebigu kala qayb galay calayhi salaatu wasalaam oo dadkoo dhamme ay wada qodayeen, waxa fududaanaysay in shaqada la qabto, laakiin shaqadan qabashadu xad bay gaadhaysay. Uu nin saxaabiya tilmaamay ilaahay rasuulkiisa iyo gaajo inuu liito waxba qaban kari laayay, intuu beerkiisa uu kor uga qaado uu tilmaamay in dhagax ugu xidhan yahay. Nabi Maxamedna uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in isagu 2 dhagax xidhan yahayba, waxaad qiyaastaa xad nebi alla soo diray ee muslimiin oo dhan rasuulka u ahaa ee ummadda hogaaminayay gaajo daraaddeed uu beerka dhagax ku xidhayay, haddana uu godka wax ka qodayo. Bal axaadiista saxiixi waxay tilmaamaysaa inuu ciidda gurayay nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, meesha adkaatana isaga madaraqa loo dhiibay. Bal axaadiista waxay tilmaamaysaa xataa waara batna, in boorku uu qariyay nebiga beerkiisa, waa waxba jirkiisa laga arkayn isagoo aada u cadaa, haddana jirkiisu inuu qarsoomay boorkii iyo wixii ku dhacay. Iyadoo xaaladdu ay caynka tahay ayuu nebi Maxamed gabayadii uu tirinayay Cabdillaahi ibn Abi Rawaaha mid ka mida buu ku celcelinayay isagoo leh, allahuma lawla anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faanzilan sakiinatan calayna wathabbit alaqdama in laqina in alula qad bagaw calayna wain araaduu fitnatan abayna buu ku celcelinayay. Gabay Cabdillaahi ibn Abi Rawaaha saxaabiga la yidhahda uu leeyahay ayaa heesihii meesha laga qaadayay lagu celcelinayay, markuu nebigu weedhatan u qaado ayay saxaabaduna waxay ugu heesayeen, naxnu aladiina baayacuu muxammada cala aljihaadi maa baqiinaa abada, annaguna waxaan nahay kuwii nebi maxamed kula heshiiyey heshiiska kula galay islaamnimo iyo jihaad inta nafi nagu jirto, intaanu meel qoyan leenahay rag diridayaanu nay. Markaasuu nebiguna ugu jawaabayay, allahuma inahu laa khayra ilaa khayra alaakhira fabaarik fi lansaari walmuhaajira وفي بعض الروايات فاغفر للمهاجرة والأنصار.
إلهي أما اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة روايات كاسر مصارورين إلهو النولالي مجرطان الله شاخر موياني أما خير مجرى خير كآخر موياني إلهو بركي أنصاري مهاجرين با أما مهاجرين أنصار بدن بغوض الناف ورها سألي سوي دارسان يا النبي محمد يا صحابة ديسي يدو قدك القضية وحاي الشيخان علماء التاريخ وقت آذو يرون لح مع الماضى شنكون أردون القضية وأسبوع قلت كأنت لك إن لك قارسي وحيابا دعي وحكم إذا قاتش ومركو يا أبي جابر بن عبد الله أي نبي قويم عليه الصلاة والسلام غير كي سيبوت تقوي حرنا النبي قيو آذو قاتش وانا يبع ركاي نبي كم مغطي حديث كي بخاري وحبا ما عيسا بركا سيترا وحرطا يريو يو ساع شعيرة قال يرى ما هو وحي وقا يرى شعيرة بيالله نبل انت ادريك كرد بيلو وحرطا يرنا نفير ريانا قورا انت يرى شعيرنا دريك كرد النبي قوتك وسيدو كسو النبي قوت دكتو ساري عليه الصلاة والسلام سيوى لا إله رسول كسيو اي يرى وحر يرى يو ان يرى اذيك يرى نور كمدك لك سور رأيك لا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي انت الله شاقه بصحابة دور نواق waxa wax ino sameeyay jaabir ayna dareeray muuri jaabir baa arga gaxay markaa ilaa waxarbu iyo gaal nabi maxamed nuu xulay alayhi salatu wasalam inna waxayna siiyay jaabir ayna dareeray jaabir oo baqaya iyo nabi gibaas soo raay hadisku wuxuu sheegayaa kunnin inay soo dhaqaaqday kunnin oo gaajaysan qiyaas oo god qodayay oo intaas oo maalmood oo dhaxri ku dhacaysan waxba aynin جابر حكوي للنبي عليه الصلاة والسلام دبلك كروين بالكون قصو قرون قلبا طبعا طبعا رقب سودا يكقر وعما كروينه ودعي النبي يو إلهي باو بركي يدمان تود ودرقين كون كي نمبا جابر يحاس كي سيين تاني نوا كدركتي باقينا هدية دانو دادك وقيم قيم النبي جابر لا يهدايا ما نود كلا در مركا وكو أتكاده ماشي اللي قضية نبي قال له يري عليه الصلاة والسلام وكي نقول حديد بكي كسوا بحي يتاقوا يعني النبي قال له يري ما ترقى له لبي النبي عليه الصلاة والسلام انتو قاضي ايوح لها الله أكبر مركو كل رفته ايوح لها أعطيت مفاتيح الشام والله إني لا أبصر قصورها الحمر وحن لي سيبي النبي قال له عليه الصلاة والسلام فرياش الشام هل كاسي يقام بالنبي سيبي النبي قال له قرق عصا اللوغة تلينجري شامويان الساعة هاد دارك يا بولي بكاسو مر لبات كل نفطي نبو انبا قوضي مر لبات بكل نفطي استقول الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لا أبصر قصر المدائن البيضاء والأبيض وحنارك يا أبو نبي قولي وحن ليسي فرياش بيرشيا وحن ليسي يبو وحن هوكاك أركيانا قرية عدا guriga aad iyo guriga casaa imka dunida maqla jirteen in dawladda waa way looga taliyo laba dawladood hore dunidana laba guriga looga talin jiray mid cas iyo mid cad kaadna waxa la ahaan jiray dawladda Persia raaninta kaasna dawladda Qaysar Christianity ayaa la ahaan jiray wa arkayaa uu Nabigu (alayhi salaatu wasalaam) mar saddexaad buu ku dhuftay gobol kale dumay isagoo leh Allahu akbar u'titu mafatiha yaman والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة الباب دي صنعاء ما كن نبي بشارين يا وقت مسلم قال له حيرين يا هي وطبعا كنوا عيدا يا يسوع صعد تدد قاريا علماء دنا واحدة هندت كمدينة ما كنوا لي طبعا كنوا مقارين هل كنا عيدا كصوص صعد أقوله أيها طبعا كنوا كون الدمر كي عرفتي واحد مقالة تشجعوا مركل الله يسكت ربي هذا طبعا كنوا مقارين أنا بدأ تاريخ القوة وبدأنا الشيء جوا حدا إلا صدق قرآن وده قال ليه هنايا هاي ابن حزم سوى أبو كذا وضاي كذا سقال بقول لك ما يبرني لكن رأي ابن حزم وحبك ما تشير أنا ودي حديث كي بخاري إنه مك تلمام إني جابر أنت قولي سوى حكى عن طابق كنا هيد سدى وجد عيدا كان تعالى قصوا صعدا وضبك بقيان وقبو وقاتشو ونفس وقتمي أيو نبي قب شاريني سقى له فرياش الشام يبيرشي ملول بوليدي مركاسي صحابتنا وحو نبي وكب شارين يرمي سنين يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا ولكاس وحي إلهي رسولك سنة يا بوهان إلهي رسولك سنة ربي شيغيا وحاسو مشكلة دنا إيمان يتسليم مويانا وحق لكم يكردين بالا لي سبحانه وتعالى. جانبك كالسورة سورة الأحزاب وحياة دقور رميسا منافقين تي يقاب كي يفكرين واك إلهي له. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آية كسي الله سبحانه وتعالى وحكس فين يا منافقين تأيي هل كي أعرقوا كم ريي وإلهي وكت المام يأين إليه المنافقين تيكوي بكي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إلهي رسول كيسو وغرور وانا كديان وحبن نمي يبوهن بل ايق ماشا عنو قصو قانا عيدان كي كربو نقاحي هوسبو نقاحي ميلو البو نقاحي وكاعتش كاري لانا بيت المامي وكا اله الى سبحانه وتعالى كل ممر مرسيي كينا يانا الهي انقري قبا نقا قريها يقبا كاشفان ايو وحال كمبان ايو غربون با اله الى ينا قوبتا كبح صدان اله وحبت المامي هدي اللو سيوقل الهي مدينة قده هذا اللوغو يمال لها الله ورن لها قالوبة كما بي وابتين با إلهي لي مركا سيقال با اسكن راعي لهاي يعني مركا موقف كو عدكاده قد يدو اي عدير تونتو مواقف تددك إلهي تلمامي يمي إلهي استاي قرآن كو تاريخ دي سوحي تاريخ دي كلاكي قد سنتي تاريخي هنادو مركا تاريخ دي قرآن يوحي كوار رمان دعدوين كي فيسي بلوكا هلا أركي إيميشة تاقري وحاسان وتاقنا وحاسان أركي إلهي نوحو كوار رمان qalbiyadu yeesay uga gudoomayeen iyo meeshay maraysay waa taariikh aan cid sifeyn karta jirin kitaabul rahmaan mooyaane ilaaha gaib ka og mooyaane dadka quluubtooda cid ka warami karta ma jirro idan taariikhda quraanku ka waramayo way ka gadisantay in badan taariikhda basharku uu qoro muslim iyo dalku doonayaa baa noqday ilaahay wuxuu ka waramaya taariikhdi quluubta bini aadamka ee madiina ku degay madiina joogtay xaaladaas in walba qalbigiisa wixii ku jiray sidii uu fakarayay iyo wixii maskaxdiisa wareegayay مركز إلهي وحليه سبحانه وتعالى هدي هريرها مقالة اللوغة سيقلي لها وحي كل واقع لها والله رأى لها وارقالوا بمركبه وارقالوا بإلهي با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إلهي با وحليه يقول إلهي بالله نهره ولقى لي هدى لو أنه برشيدين يبا إلهي سبحانه وتعالى واحد كنت راهضة ورارة كينو قريد معلي يدى با إلهي إلهي ورارة كي يا عيسان موت كي يدلك مدنا معلي نلوش أن إيا ربا ليدين راحين دونايا وليدين قبانايا war ilaahay hadduu xumo idin la doonayo idin ka celinayo haddii ilaahay ka carartaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay waa ogyahay intaasoo qura kuma isugnayn iyagoo qudhi ma baqayna haddana bulshaday wareerinayeen oo baqa geli oo bala ku akhri oo khalkhal fiid oo waxaasay akhrinayaan ba ilaahay leeyahay baquhuna wuxuu ka joogay ba ilaahay leeyahay meel ishu ay wareeri leedahay wareerisho waad mooday ninka geeri uu wada xukumay inay geeri kalada yusha alayhi min almaut sidii kiimka geerida lagu xukumay ayay la mid ahaayeen haddii dhibtu joogsatana baa ilaahay leeyahay waa qaar hadal badan oo carab midiyo wax sarayaan ma qurayda kalaba beledu markay dhacdana waa kuwaasi baqaya xiimaya marka nabadu joogtana waa dad aan afkooda loo taakilin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala
waxay u malaynayaan baa la yiri subxaanahu watacaala axzaabtii iyo nimankii inaa cidiba tegin. Waa xaalkii munaafiqiinta. Munaafiqiintu marka waxay ahaayeen dad baqaya oo qulubtoodu ay gariirayso oo ilaahay subxaanahu watacaala kalsooni aan ku qabin oo ay ka luntay oo intaa ku darsaday dhiirani ee ilaahay subxaanahu watacaala xuduuddiisa ka xadgudbaya. Halkuu marku qofku beledu qabsato ilaahay luju u samayn lahay u dhankiisa u noqon lahaa, iyo inay dadka kala hor yimaadaan camal makhduu shaqada oo ay dadka ka weeciyaan oo ay niyad jabiyaan oo ay dhib ku ridaan. Muminiintiina waxay isku dayeen haweenkoodiiyo wixiina inay qalcaddii ugu adkayd dejiyaan qalcatu faariq bani xaritha qalday lahaayeen iyaguna inay difaac galaan. Ciidan 10,000 oo askari gaadhayabaa muslimiinta dul taagan, iyagana waxaa la tilmaamaa 3,000 inay ka yar yihiin. War kale haddana soo baxay oo dadkii gudaha la joogay ee nebi maxamed heshiiska ay kula jireen ee ahaa in magaalada la wada difaacdo, heshiisyadii markuu nebigu magaalada madiine yimi uu la galay nimanka yahuudeed reer banu qurayda oo ka tirsan, iyaguna heshiiskaasi way buriyeen oo way ka baxeen. Oo waxaa laga dhaadhiciyey in muslimiinta gemta loo joogsanayo heshiisyada nimanka xoogga badan leh maanta hadday ka hadhaan inaanay waxba faa'iidayn. Tarafka daciifka maxaa kala heshiinaysaan baa laleeyahay, tarafka qawiga meeshaba qabsanaya ma la heshiisaan? Intaadan niman cidhibtooda la goynayo maanta aad raacaysaan. Xuyay ibn akhtab nin la odhan jiray oo safiya dhalay, haweentii uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam, oo gaalada ama yuhuudda odayadooda ka mid ahaabaa yimi. Wuxuu yimi nimankii reer banu qurayda wuxuu ku qanciyey in cahdigaasi la buriyo. Siduu ugu waday wuxuu gaarsiiyey xad uu leeyahay aniguna waan idinla joogaa, xataa hadday jabaan oo axzaabtu idinka tagaan anaa idinla galayo idinkula dhimanaya, maxaa cid kaleba u sugaysaan? Reer banu qurayda markii muddo la wadwadayna waxaa laga dhaadhiciyey in ay ka baxaan cahdigii ballankii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaam. Nebiga waxaa la yidhahdaa, wuxuu diray Zubayr ibn al-Awwam oo yidhi warbaliisoo inaydhe sida wax u jiraan markuu wax dareemay. Waa maalintuu nebigu lahaa likulli nabiyin xawaariya wa xawaariya Zubayr, nebi waliba gargaarayaal buu leeyahay, anigana gargaarayaashaydu waa Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr baa soo indhaindheeyey, wuxuu war nabiga u keenay ah inay nimankii ballankii ka baxeen. Haddana labadii sacad baa la diray, Sacd ibn Mucaad iyo Sacd ibn Cubaada, oo laleeyahy warbal soo hubiya, iyana waa soo indhaindheeyeen. Reer banu sacna nimankii loo yidhaahdo waa Zayd ninkii loo odhan jiray qoladu ka tirsanaa xibrigooda ahaa ee xadiista gaarkii ku soo arortay. Cala kulli xaal, bani sacna niman la yidhaahdo mooyaane inay intii kaloo dhammi iyana heshiiskaasi buriyeen ayuu keenay. Oo Xuyay ibn al-Akhtab ninkaa la yidhahdaa Kacb ibn Asad ninkii la odhan jiray quradiga ahaa ku qanciyey in sidaasi. Waxaa soo baxay awal 10,000 askari baa la garan lahaa si loo galo. Iminka magaalada ciidankii la yidhi waa wada difaacanaynaana qayb baa jabtay oo raacday gaaladii. Waa ka ilaahay subxaanahu watacaala mowqifkaasi sawiraya leh, id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaaqat al-absaar wa balagat al-quluub al-hanaajir وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وعاد حسطبا لله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم مركي كر يهوص بيدا كغي ما دين بيله إليه سبحانه وتعالى كر قريشي قطفان يوحى يعقى كوة تنبا كي ما طبان كنا عسكرية هوصتنا قل عادي قرى كتالي koonfur barya inu dhi waa qaybihan khandaqaba lagu qodina lagu talagalay inay dhirta iyo waxaasi qolada ku jirto reer banu qurayda ah ayaa iyana heshiiskii buriyey oo gaalada raacay. Ilaahay markaasuu leeyahy wa id zaaqat al-absaar wa balagat al-quluub al-hanaajir, tacbiirka qur-aanka u fiirso, ishu markay weecatay baa ilaahay leeyahy waxba arki weyday. Markuu qofku baqo waa uun ishu iska wararagaleedoo wax badan ma arkayo, waayo qalbigii dhulkii waxaan la iskarayn lahaay oo dhammi way maqan yihiin. Warkay ishu diraysaaba ma gaadhayo qaybtii aana la iskarayn lahayd. Sidaa daraaddeed ba ilahay wuxuu leeyay zaaqat al-absaar wa balagat al-quluub al-hanaajir, wadnaha wuxuu gaadhay baa la yidhi, xanjaradu waa halkan, wadnaha dhugdhugtiisi feedhaha kama dhugdhugle markan baa ilahay leeyay, dhuunta halkan buu ka dhugdhugleeyay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala.
قف مركو بقوة ولا دباحية إلا هو حتى الماما يودناها سنقدر سيني هل كان بحيصه قياس إني ودني إيش هل كان كده قدو قلها إيه بلدها إيسا تاين تايلاكتي إلا هو حلي سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر قلوبتي وحي قادبة إلا هيلي سبحانه وتعالى حنجر ضبع الله كنت الماما يا سبحانه وتعالى إلا هو حلي وتظنون بالله ظنونا منافقين تينا وحل إلي ملايين السين ومنافقين تكواس ملل ليتا إلهي كملايين السين وآه النبي محمد يا إنت الله سعطينا أنا لو قرقارين إلهي بأو حلي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قبطة تنبى إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحا ولا امتحام يدتك مؤمنين تاها ووحا لقلقلي قلقلا ضرم بأ إلهي إلهي سبحانه وتعالى مركز بو النبي عليه الصلاة والسلام وحب الله بيئن أتكيه دفاعي سي كو إلا نمكا رربر وقريدا ينشب يي هشيسكي مركا وين عيدا مكالو ذرا عرورتي يدو مركي يدطي مسلمين تي مغالا دا مدينة إلا عالين كلاوين لسمايا لما بغلونين أيا اللودي بي سحابة ليرا سلامة من الله سلام صدح بغلونين وكالنا وحا اللودي بي زيد من حارثة شمتا بغلونين دوريات قلعنا مغالا دا إنا إلا ليانا حقك وفريت way takbiirtaano nimankii kale ay baqa galiyeen hanaciyankii saddexda kun ahaa ee ka horjeeday waxa mooda 500 hadana in la qabatsiiyay xagga dambe in la qabatsiiyay mas'aladi waa adkaat way gilgilantay magaaladii munaafiqiintii warkan ba ka yeeray iyagoo dhuumanayo baxsanayo nabiga ka baxsanaya oo la guriyayagii baa mushkilad ka jirtay waxna iyagoo raba inay baxsadaan حصار كاسي وحو سعنيي سيدا علماء قارت المامان بل علماء قار نافر يراتن عشو أدو بل وح كل دو أيو محي أيو قدومين تا مسلمين تلقو هاي وإن تا ويرهضو استبا السعودي نتيجة دي دقالك كان يساوحي نقطي إن إلهي سبحانه وتعالى عيد مدي سوكانه والضبايله يا عيد ما يا وحنا يدك وأركين إن الله كانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وركوا إيمانك لقاها لي وحا حستان بأي لها إليه ألا نمعدوا يدين سيئي وآه إنا يدين تمعي دمه قمانكم وإذا نسكر بكريد فارسلنا عليهم ريحا بأي لها إليه دبا يلبانكو يتحاني إيه وجنودا لم تروها عيدا أيضا يدوكو أركيني إليه هدوكو قرقاري رب السماوات والأرض هدوكو لتشيرو ديش بي ميسيت وما بأهند ملايق الله صدر يعني هدي رب السماوات والأرض وكل شيء شبي ميسي إلهي وحط المام يا مركا عيدا ما كبح سن بشر كأنت أنا لارك أيوه لما دمكون إيوه طبعا كنكون إسكور شيء عيدا أنا هيني ما شرب وكذا قال قلي يا وريحا ضبي البان ودي صدر نبي له ضبي شنو حكم ده حديث الحذيفة صحيح مسلم كوي الله وكي شيغي حذيفة بن اليمان باو حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام ايا يري وريا اخر يا جنة معي نقرا يو كعيو بل عيدا كي وحي يلان يسو ايغا يا مكاسالة سودا النبي بو يري نبتي يقا شدي يا باهيد يا وعيدات كايستي مركي دمو النبي بو يري حذيفة وكعادو مركو هاري وحي يري فلنتيرا لكن مركا نطنبع وامر بصعطة كعبا ليدو حذيفة دو قصب بين نقطتين بدون حديث حديث كوحي وشيغية قال كدم بيسو تابعين وحيدادين من نبي محمد بايد دح السعودية مركز سوء عقا كل قيني والله هدان سوء قاد نبي دا النبي قام بانا نقبل لنا نقول ندول كله قيني وحن بارسان الله يبيني دبا تنحو ديفا وحولا يا حن بارسان دم معنى الشيغي ميسي انا دا قف قادو سوق الله لغي سوح وين شيغي ميسي مياء قيدين بولي مركز سوء قصدا كورمية يعني اتباع حقيقي انه يمنا كان لفوليو الا اسقاط قاضينا انا ارنتو هاي مره سو حذيفه وحلي ما حقات جوجتين مركو نبي محمد لي عليه السلام وريا جنده معي قياما نقريا او عيد كعده لا واي دبت هي مشكلته هي دبت تالي يا فولنتير نقريا ونبي ولي او مركي دمبه لا يغيري بيرا اديكا قوم يا حذيفه كعدو حذيفه
بحب النبي كورا عينك ده احتقوا إيشوا نبت أيه وح عينك وهاكو كلام رأيو أديكو عيد نبى بقي جلي حباه يلي وأصاب حبيبه ماكو عينك ده حيمي أيو شكي أبو سفيان وحو كده واقعي نو ولو وهو عيد دين عاقة كوي هرريج في الديمة كجوه الرئيبه وقمة نسويه وهمه لبلك حقا وقمة بعد وهمه لأنك وقمة لو حلس لي عينك وكو ترسي وتكتيك واستعمال ينال لأغاني نسوه كوي هاي مركز عينك هذي ما وحنا ركيبودي بهل ضبيل وصيده ونعس ورحم بولي قبوه ونفتك أبحثه لكن نبي محمد مركو أمر كيسيكا أي إلهي سبحانه وتعالى كأنما أمشي في حمام بولي وحابد نوت صح حمام ضر الله يسكو كل يليه إن عندنا سعد بولي إن هي بيك كل يليه متلبامية يعني مر كان كل دقائق أمر كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيام ماشي نحنت اللي جريرة جي أنا يوم حابد نوت سبولي كأنما أمشي في حمام ما له الله يسكو كل يليه إن أنا عندنا سعد دي الرماد أي دريمية ماشي بنت جيبوله وحنوي مبولي أبو سفيانو dabaysho ay dabkiisii dhariyihii xaymad iyo wixii ba ka dumisay oo dab yar oo la shiday dhabarka ku haya buu roos ku kulaylinaya oo la warciidi guuri karta hal guuro dadka hal rarra tilmaamaya ilaahay ba meeshi gaba gaba ka rogo wala tilmaama qasadiya soo koobay waa inta dariskayguna wuxuu ahaa durusun waa cibar waxa isku dayaya 10 daqiiqo ee hadhay inaan niqaadka nu dal lahayn aan tilmaamo لبيبك قفك عقلك بدنا لوالة الماما كو بحق صدنا اي تلماما قفك مسلم كاية سيدة الله ربين عقلك واديك سيدة وليب حالاتك وخطرتك وشيره يا مسلمين تو سيدة واديك سيدة وقت قلبتو هايستي انا عقل بدنا استعماله محاكم ده واحد شرى استراتيجياتك دقال وحيكو تلمامان تحديد تحييد قوة العدو وعدته إذا أمكن عيدا كي يعد كاسور كي دحو قيسة هداد دقال كصاري كرتو يعني لما عيدا مكي سهلان وحلقا يابا إنو مدلية تفوق مادية إنو قابو كاقصر رأي يجيرو وإن دو فكرتا وحاو كاقصر رأي سيدادو سوق تيري لحيد مثلا تسالة مسينية ننك الدقاليه هنكي مركز الدبابة دي كارا لغو سوك عيانو وورا الكارين بورالي بي دونتان ميل بورالي مركز قشو ايهت كدقال قليسو وحاد سوقة كسارتي كارا ايه الدبابة دي ويحدد مريش رايونا وايه بورتو حوكا وقبان كارتو اذن عيدا كاغو مركز ديارة دلغو ديريه وحاروك لها داد بفايسيه وصوغ ادق ادقودته وحاد سوقة كسارتي ديارة دي وحي قراعي سيونا ادقو ما هي ستد لكن تحييد واتكو سبيرسا انا دي ادا شغط تيري كارتو مسلمين واحد اكتدان عقل اهوى لغب دي انت اصو قربا لغو صولة بالله ما طبن كنا اسخري باكو صو صعودة سيدي بايتي ربادني دا عيدا كاسي سوق اوغا ساري كران وانو دقال كوغل كارين وعقل اغا كاني مركا ان خندق انتا انقور انتا انلاق لقوضة والتكتيك الدقال وعجيبة وان عرب ولغة ترو استعمالين او اه عيدا كاين سوق اوغا ساري انو دقال كوغل كارين وايو وحلقية بينا قدام سلدو ان قبصان لا يدفق انو صدح وغيب سمو قولت العداء وارا اسك شهيد نتيجة دي الهي باي سارنتي ما ديكو سارنتي انو قد دريري انو هدى انو كحوك بدننا وكحوك بدننا هديك لنا چهن انو قلي دا يسيدا سينو قد دريري يا قولت ضعفات العداء وارو احبا ما قبا كرنا يعني سيدي ابن احبا صعيدا ما لغو سمان كرنا يعني سيدي ابن انو دا اسك تقنو ايا داد سيدا عقلاق او فكرا او اه انت انو الدل ايا الدعوة ايا مشكلة يرين كرنا ان يرينو وحنا اسكدعينو او اه فلسفة داسي سلمان الفارسي يا صحابة ديك اللي يرقرون باستعمالي ويا اصلك دقالك مسلمك شهادة بيدها مطلب استراتيجية ما بيدها ومطلب تكتيكي يا وامحي مجتمع عدمين الشهيد وذا النقضاء ماها مقصودك وإلا هدو كاسي قصدك يا هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غزوة بدر محولها إلهي وهدي انت تنمى انت الله يدوني دا ديبلوك وقعبدا محولا إلهي وانت مبشهيد لما وضسيه أسألك وحوية انك مسلم كينا أسكر جيسا مسلم كا إلاليه جندي جيس الأمي إنا يقول إستان إلا إلاليه إلا دوره تكتيك طبعا هدي دقال لقال يشو هذا يرنا وعيد دلوائي مانا لكن أسألك وحوية حماية دقفك مسلم كا
قفك مسلم كان إن لا إلالي إن الله لي أنت لا إلالي كرو سيد ردد النبي عليه الصلاة والسلام وحو استعماله إنو عيدا كيس النبات قالين كرو خندق إنتا لقوى الله رست وحكى لك موقطة ما دام أحزاب تيس أديك ستي أنا إسكو هدف هيد تفتيت إن عيدا كاسو هر شيدا إن البربورين كرتاد وانت قال لك قالين مثلا غطفان يا قبائل كيل السعودي وحلقوا سوك هي إن لصين يمحي مدها خيبر سند بركي نبي عليه الصلاة والسلام يقول الله هضلي وذهب البرد حمري إن الحارث اللي ورنش ريبا هو ذي ربنا غطفان وحلقوا صوبني يا فكرة أورانا إسا مدها مدينة سلوس كيات قاطة سندك مدها مدينة كبحة سلوس كيات قاطة دقارك كبحة يدنك أول بهدف كان يمكن رميجي واحد هينين مقالة بصواب بواني يهود دل كلاب النبي محمد سكما هينين قريش بيسا يا النبي عليه الصلاة والسلام يا يهود لكن يقدن تود واحد هين مقالة بينا شواب بوابان واحد اللي يدور واحد اللي ينسينا يا وحيد نخد دقالك كبها مركي بوا أقبالي كدبنا نبو عليه الصلاة والسلام وحول الله تشضيني مكي مدينة كتلينة يلا بدي سحابي السعدين كي يروح الله المال أبو إياري أرقاس محيدا لي هيبكو يوري فهيدا دان إلهي رسولك السيئة ونما كان عرب لي دعضي اسكدر رأيي غير من رأيي هرتا دوا أتربطوا ما وحي سبدك سود دقي بام سوى الرأي أتربطه وحنا بقول عليه الصلاة والسلام وحوت المامين أنا وحي ناهي سود دقي إسلام مركزنا وحي شو قدونا هنا وهاي نو هاي وحي وضدك مسلمين تاو صميني غير مدينا هنا قالوا كقول يسنين وحي هذا بس دم إله الرسول كسيه وانو عربوا إسلام قال نقول جيبوا استرجعنا منها مدينة يا الله إيه بيا مرتي وحي كلنا ما ينافقوا ده ولا قد ما يقلين بعيد هذا فهنو كيف إنه iyo waxayna martiyana aanu martinimo ku siinno mooyane ila shiraan waqira mooyane wili go'dafkooda may gelin maanta aanu islaamnayna naga qaadimayaan buu nabigu leey yani wuxuu tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam sidii uu kala burburin lahaa ciidankan soo socda wa isnaad xasan abu qusar oo qisadaas wayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay al harb khud'a dagaalku uu qiyaamo yahay gabigiiba halka كوا كسور كيد أنا يا نفس الفلسفة باستعمالي حيي ابن الأخطب محو وحنا سفر أودي وح صعيد أنا سكو صحره ماركو عيد ما دي قاله ده سكو صحره وح هدنا وبلعبي إنه سكو ده يكو مدينة بدي هدي كشرين وكلا فرفرة ده بيتنا وح كوب قول استبنو قريدة إنه كلا بحه وآخر غير بنو قريدة نبي وح تجابين إنه عيد كقاله ده كلا فرفرة قاله ده لفت وح تجابين سين كلا فرفرة محي هل في جنبه هو عليه السلام إذن الحرب خدعة دقالكو اسمي دامين معها دقالكو خيامه والتكتيك عدوى لما وحي تشابنيسا إنه قوليسته وحسمه قطة تكتيكي مسلمين تلا بدأ إنه قوليستي وصدا إشيغان إنك استو تاريخ داي مشهور كتاي لكن سنة صحيحة كوباي صاروري تاريخ ده سوى مسألة اسكا مشهورة وانا مسألة قواعد الحرب الشرعية خلافين نعيم بن مسعود نكي اللي ورنش ريسه السلام خد لعنا اللي ويري نكاني واننا مركة السلامي وانا قالده وربضا كهينين وتكتيك استعمالين وكلافر فرعيدة كقالده دبتنا قلبه انتو تغيبوا ورشاك ربنا قريدة وحكو يرين توت جواريان هو يقرن سارن كيرين هبل بان هو كاي هو كا قريش ما عندنا أنت إذا قال كعشو هدي قولي ستنا قولي ست هدي قولي سوي ده ده ويسكت يسال دول كذي بيدا يسا إدين كهدي لا قولي سوايو تو probability سبعة شرائح لا قولي سين لا قولي سوايو هدي لا قولي سوايو مقالة الله يدك كعتبه حاجة نبدي دم كيا ليسا أنت إذا قال إدين قليا إدين كعب حيا وريا إدين كعب حين دقال كه ماذا قريش حتى راهدان دقال خايد اللي قال من إلا مدح كانتان مويانا نقا نقول اتشرا دمتنا وحيد هذا والله والرأي في عن رأي قاسينا انه نمكا ويديسانو الرهائن بشرية عيد ماشا نقول اتشرتا والرأي في عن قريش بوتو قوم حقول ورد قيست نمكي اها ان برهر بنو قريداها هشيس كايدا لقالا ويكا قوما موضي نبي محمد الدبي نو امين ما يما يدا بين لا يا انه انت انه مدح دوده كخيامه انه كقادنا انه مدح كقرمو يعني يا هدا نيما كاس يدي راهدان كان ان رج مش انا لا غليه وركا وحنا ربا ان لا بريو لو هشيسكا لو غلا
iska jiro ha aqbalina waa ra'yi bay dhahdeen labadii wafdi markay soo yimaadeen dad shakigi baa bilaabmay qolana waxay leedahay madax keena qolana waxay tahay wixii la sheegayay taasi ma marimayso dabeetana waxaa bilaabmay xilfigii qolo waxa soo baxday suuqa in waraade inay lacag doonayeen boqata faan heshiisiiyo wixii lala galayo waa la ibraasiyey xagga waxaa soo baxay labadii kooxooda kale in ay ishayaan meesha waxa muuqatay axsaabtii inay kala furfurantay waxaa kaloo yimi ilaahay ciidamadiisii dee dabaylaha qabow iyo waxa kan oo alla ku itixaamay waxay tilmaamaysaa markaa taktiika ah taftiit quwa almushrikiin gaalada xoggeeda in la kala daadiya si ugu guulaysta ciidanka muslimiinta inay tahay gaswat alaxzaab waxyaabahay tilmaamaysay waxyaabaha gaswat alaxzaab laga faa'idaya waxa ka mid a tajaaribta bini aadamka in laga faa'idaysto oo khandaqa kani makiida carbeed ma ahayn khandaqan iyo waxa kan godadkan la qoday dhaqan carabi ma taqaanay ma ahayn markaa tajaaribta scientifica ama la nooca ama dagaaleed ama waxa kan ee bulshooyinka bini aadamku leeyihin waa dhaxaltooye bini aadamku ayau kala dhaxlo sidaa daraaddeed wixii dadka kale hayaanaan sharciga ka hormaray inay laga faa'idaysto waqtigu iska gabagabe aan tar tilmaamo un malaa waxyaabaa laga faa'idaya waxaa ka mid ah ninka xaakimka ah hadduu bulshada dhib iyo dheefba la wadaago inuu dadka qof ku dhow uu noqonayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday dadku maanta yeelaan ma imanin oo ma odhan khandaq baa la qodayaa dabeetana intuu madaraq yar soo qaato madaraqii koowaad buu ku dhuftay isagaa furay dabeetana intaa la dhinac dhigo madaraqa laga dhaqaaqo madaxda hadduu saasa yeesha soo maaha dhagixii koowaad ee mashruucaasaa la dhigay bay yidhahdana dabeetana way ka dhaqaaqaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka adkaataa loo dirayay dhagaxa la gooyin waayaa isaga loogu yeedhayay ciidduu gurayay dhabarkiisa iyo ambeerkiisa booroobayay kaasi waxa ay tilmaamaysaa dhib iyo dheef baynu la wadaagayay cunna isaga loogu yeedho la yidhaha adiga iyo taba saxaabi bal soo dhuunta aan wax idin siine warkaalayaay buu yidhi waxay loo sameeyey jaabire yacnii cunnadiina wuu la wadaagay dheeftii iyo dhibtii iyo wax walba wuu la wadaagay taasi waxay sheegaysaa madaxdu hadday bulshadeeda dhib iyo dheef la wadaagto inay noqonayaan dad kalsoonida bulshada helaya oo maamul mijo iyo madax isu duceeya oo is aaminsan haddii kalena kuwana aragteena isxantee ishabaara ayuunbay ku dambaynaysaa waxyaabaa kale meesha ka muuqda waxaa ka mid ah waqtiga dhibtu jirto in dadka alla baqagelin ee dadka la dhiirigeliyo loo bushaareeyo saasi daraaddeed markay ugu dhib badnaayeen nabi maxamed bushaarooyinka sheegaya mafaatiixdii meel heblayaa laysiiyey meelaba warka markaa dadka jabinaya lama sheego maantana dadku wuxunbay ka waramaan in cadowga iyo xooggiisa la buunbuuniyo in dadka oo dhan askaxa aad ka dhigtid intaanay dagaal ma gelin inaad qalbiga jabiso ay wada baaba-aan taasina ma aha dhaqankii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo meesha aynu ka arkaynay jundiga siduu nebi maxamed u addeecayay marka kalsoonidu ay intanu dhisato iyadoo dhibtaas gaajo baqe dagaal taab intuba iyagoo wada haysta marka la yidhaha hebelow kaco shaqadaa fuli inuu ogolaa inuu fuliyo waxaad ka garanaysaa markuu soo noqday ee muhimmaddii ilaahay wuu u fudaydiyey waxaad ogsoonaataa markaad muhimmad uu qur-aanku faray fulinayso markaasay karaamaadkii iyo mucjizaadkii iyo waxa kani dhacaan laakiin inu meel iska fadhiya karaama uma timaado waxaad maqlaysaa masala dagaalada afghanistan iyo waxaan waxaad ka markaad akhrido taarikhdooda waxaan baa dhacay kaba laakiin waa marka maxay dadku ay mukhlisiin yihiin xudayfa ibnu lyamaan waxaasoo dhan markuu aqbalay wuxuu leeyay kaanama amshi fii xamaam waa la kuleeliyay markii uu soo noqdayna nebigoo tukanayuu u yimi dabeetana intuu nebigu salaadda ka baxaya dhaxan gariiray buu yidhi qabowgii dhacayay nebiga ay arkay buu yidhi si uu gariirayo isagoo tukanayo maradu ku tukanayo dacalkeeday huwiyay buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo nebi maxamed tukanayo xudayfa intusa lasoo dhaweeyey ayaa marada dacalkeeda la huwiyay uu nebigu ku tukanayay waxa kaloo aynu ka arkaynaa goobta dhibtu ay jirto in dadku ilaahay ku tiirsadaan oo baryada ilaahay la badiyo waa meeshuu nebigu ducada badan akhrinaya allahuma munzil alkitaab hazim alaxzaab ilaah kitaabka soo dejiyo oo xisaabtiisu degdegta badantahay oo ihzim alaxzaab ilaahow jebi kuwa kan qofka mu'minka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarto waxaynu kaloo arkaynaa waqtiga kan bulshadu siday u kala qaybsanto qayb munaafiqiina iyo ducafaa uliimaan oo jaba oo war xun iyo baxsado iyo si loo dhuunto iyo waxanu ka warama iyo dad yaroo arkaanta bulshadu ay ku tiirsantaya oo laakiin aan iyana dad ismiidaamiyo qura ahayna dad caqliga adeegsadaa
أرنتي وح بدن بينك ورمي كاري لهين وغزوة دينك فايد لهين لكن غزوة دينا تاريخهانا وما وضا ورمينا وما وضا الشيقين وحي لغا فايدة ينا ما وضا تلمامينا وحوما كتلمامي وقت يقول لقون دينا ورماضي والله أعلم بالله توفيق.